اليوم عمالنا مندق ناقوس الخطر بالاهتمام بالبحث العلمي وتطبيقه. قديش بتشوف إمكانية إنه نعمل يعني مشروعات عربية مشتركة ويكون في يعني دعم لهاي المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع؟ لأن في الدول العربية نحتاج إلى الموارد والغذاء والقمح، ونحتاج أيضا إلى الطاقة، ونحتاج إلى الكثير من الأمور، منها المياه والموارد التي يعني محدودة. طيب خليني أقول لحضرتك إن هناك بعض الأماكن اللي فعلا جامعة الدول العربية عندها اتحاد اسمه اتحاد مجالس البحث العلمي العربي. هذا الاتحاد أو هذا المجلس دوره المنوط به أساسا هو تجميع الباحثين من الدول العربية كلها 22 دولة من أجل إنتاج بحث علمي قوي. قد تكون أحد الدول مسؤولة عن التمويل، قد تكون الدولة الثانية مسؤولة عن توفير الموارد البشرية، دولة ثانية مسؤولة عن توفير الموارد البنية التحتية لهذا الموضوع. للأسف هذا الموضوع غير مفعل بدرجة كافية. يعني إيه غير مفعل بدرجة كافية؟ بينتج بعض الحاجات إنما ليست بالدرجة المأمول منها. إنما هناك كيانات عربية موجودة فعلا، مطلوب بس مش هقول الروح فيها، تحفيزها. أنتم محتاجين بيت للكل بس في البحث العلمي. حضرتك لو فكرة البيت للكل دي، احنا برضو بنعرضها انه بيت للكل بحث علمي بين الدول العربية، ولتكن دولنا الأربعة المشاركة في هذا البرنامج وتنضم إليها باقي الدول. طيب أنا هستأذن حضرتك عشان نكمل كلامنا وبرضو نشوف مع كل مشاهدينا نماذج رائعة من فلسطين. يعني إذا كنا نتحدث عن يعني هذا البحث العلمي الموجود هنا في مصر، وأيضا النشاط اللي موجود كمان في الأردن وأعتقد العراق، يعني أكيد بكل مدخراتها ممكن تشارك في كل هذه النماذج. تعالوا نروح جميعا إلى فلسطين ونشاهد بعض من هذه النماذج الجميلة لنستكمل هذا التقرير، بعدها نكمل كلامنا في بيت للكل. يحتاج البحث العلمي وبراءة الاختراع إلى بنية تحتية متخصصة وموازنة فلكية، إلا أن الفلسطيني لديه خلطته الخاصة للنجاح بالكثير من العمل ومقارعة الصعوبات وتحديها. إحنا الفكرة إجتنا إنه عملنا بحث مع الجامعة الأردنية في مختبرات الجامعة الأردنية. أهم نتيجة طلعنا فيها إنه ضغط العين، اللي هو لما يرتفع ضغط العين، ضغط العين أولاً عبارة عن الضغط الموجود داخل العين اللي بيضغط على الأوبتيك نيرف، على العصب البصري. هذا الضغط الرينج تبعه من 10 to 20 MMHg، بس إذا ارتفع وصار يومياً إنه مرتفع يحول إلى باثوفيسيولوجي اللي هو علم الأمراض، مرض الجلوكوما. إحنا قبلها عملنا تجربة أو بحث تطبيقي في المختبرات وتوصلنا لنتيجة إنه مع برنامج تأهيلي رياضي لمدة 20 دقيقة الهاي انتنسيتي بيكون تشدي عالي 85% انتنسيتي، ممكن إنه ينزل ضغط العين. خلال أبحاثها لنيل درجة الدكتوراه استطاعت هبة دمج عدد من التخصصات الطبية والحيوية والوصول لعلاج غير دوائي لمرض الماء الزرقاء يعتمد على التمارين الرياضية بشكل آمن وبلا أعراض جانبية. في البداية هذا مشروع بحثي علاجي لمرض الجلوكوما اللي هو المي الزرقاء، ارتفاع ضغط العين، وإله عدة أهداف. الهدف الأول إنه نعالج مرض الجلوكوما عن طريق الإكسرسايز أو عن طريق برنامج رياضي، التمارين الرياضية معينة تحت إشراف خبراء في الفسيولوجيا الجهد البدني بأجهزة معينة. والهدف الثاني اللي هو بدنا نعمل على البليندينج ساينس. البليندينج ساينس هو دمج العلوم مع بعض، يعني مثلا تخصص الأوبثومولوجي أو البصر أو دكتور العيون مع تخصصنا الإكسرسايز فيسيولوجي، إنه ندمج هدول التخصصان خلينا نطلع بعلاج غير دوائي
لمرضى الجلوكوما، لانه الرياضه احنا بنعرف انه هي سبورتيف ساينس، هي داعمه لكل العلوم الثانيه. انا اول ما بلشت عاشر تقريبا اخذت اول شهاده اللي هي على مستوى الوطن العربي اللي هي عمل افضل مجسم. طبعا المجسم كان معمول من اعواد الكبريت، مجسم بيت كامل مع اناره بتسرع عن طريق الطاقه الشمسيه، كل هاي التفاصيل. بلشنا صف 11 مع مؤسسه اسمها النيزك، بلشت في المشروع نفسه، يعني كان مجرد تفاصيل بسيطة موجودة معنا. رغم منع الاحتلال إدخال بعض القطع التكنولوجية للأراضي الفلسطينية، إلا أن مؤمن قام بتصنيعها يدوياً ليحصل على براءة اختراع لكرسي ذكي يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الحركة والتنقل دون مساعدة بشرية. مشروع اسمه الكرسي الذكي لمساعدة المقعدين على التنقل، حصل على شهادة براءة اختراع. الروبوت هو عبارة عن كرسي بيساعد الاحتياجات الخاصة انه يتنقل في الأماكن العامة والحياة اليومية. المشروع عبارة او براءة الاختراع عبارة عن كرسي موجود بصندوق، بيكون موضوع بصندوق السيارة الخلفي، يعني ما في داعي نعدل على السيارات الموجودة على أرض الواقع. لما بيحتاجه عن طريق كبسة زر على الابليكيشن على التليفون، الروبوت بيطلع من صندوق السيارة الخلفي آليا بدون مساعدة أي شخص، بينزل من صندوق السيارة الخلفي لعند باب السائق بالتف، من ثم الكرسي المقعد نفسه اللي بيكون السائق السيارة بينتقل عليه بشكل آلي على ظهر الروبوت هذا، الروبوت بينتقل في الشوارع العادية. يقوم المجلس الأعلى للإبداع والتميز برعاية العشرات من المبتكرين الفلسطينيين ليصبح لفلسطين مكانا يليق بها على خارطة البحث العلمي.